الكذب على الله ورسوله بنفسه حرام في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان يكون أشد، أنه أتحفظ أن أقول قولاً لا يرضي الله تبارك وتعالى. هذه الجوارح التي كبلها الله باختيارنا وأعطانا رحمة في شهر رمضان، هناك هذه الوساوس الشيطانية تقل، الله تعالى حبسها، استغلها أيها العبد. لا تجعل أيام صومك كأيام فطرك، وإنما استثمر هذه الأوقات وعود نفسك على الطاعة. وبالتجربة إخواني، الذي جرب أن يصوم سنة سنتين ثلاثة تعدل سلوكه. صيام فيه هذه النكتة، في هذه معرفة الشهر، عندما يجيء رمضان الإنسان يستبشر، لأنه سيدخل ضيفا عزيزا وسيخرج عنا وهو قد أخذ ذنوبنا وعوضنا فيها بالمغفرة، عوضنا فيها بالطاعة.